نروح لأخبار نادي بيراميدز. ونادي بيراميدز حضراتكم عارفين الفترة الأخيرة كذا إصابة في الفريق سواء جهاز فني أو لاعبين بفيروس كورونا. هيعملوا مسحة جديدة لمصابي الفريق يوم السبت النهاردة إن شاء الله عشان يطمنوا على اللاعبين بعد الإصابات زي ما قلت لكم اللي حصلت بعد رحلة نيجيريا الأخيرة. إصابات كانت بالجملة وإصابات كثيرة تسببت حتى في تأجيل بعض المباريات لبيراميدز. 13 حالة إصابة بين أفراد البعثة كلها، البعثة اللي كانت جاية من مباراة إنيمبا حصل لها أزمة كبيرة جدا، عدوى طالت 13 واحد من أفراد البعثة زي ما قلت لكم لاعبين وجهاز فني وجهاز معاون. كل الشفاء ليهم إن شاء الله، إن شاء الله المسحة تطلع بإذن الله مسحة سلبية وما يكونش فيها أي مشكلة. امبارح بالمناسبة سمعت تصريحات، بما إني جبت سيد بيراميدز يعني، تصريحات للكابتن هاني سعيد بيتكلم على العلاقة مع النادي الأهلي وإزاي العلاقة مع النادي الأهلي علاقة جيدة، وإن هو بيراميدز ما عندوش مانع إنه يعني يحصل فيه تبادل لاعبين بين بيراميدز والنادي الأهلي. وبصراحة عايز أنتهز الفرصة دي وأقول إنه بيراميدز نادي يقدر ونادي محترم ونادي عنده مجموعة لاعبين رائعين ونادي بيشتغل بشكل كويس بقاله سنتين ونادي نحترمه. كان عنده مشكلة في انه اكتساب الشعبية، يعني حب الجماهير كانت واضحة يعني بسبب حاجات كتيرة جدا، بس الفترة دي لا، مش يعني مش المفروض الجماهير تبقى زعلانة من بيراميدز. بيراميدز نادي بيشرف الكرة المصرية في البطولة الكونفدرالية، ماشي بشكل كويس في الدوري وبيضفي قوة في الدوري الممتاز، فدي امور ما ينفعش الناس تزعل منها. الناس بتزعل من ايه؟ انا اقول لك، جماهير الاهلي تحديدا لعيبة مهمة بتمشي من الاهلي تروح بيراميدز، فيبقوا زعلانين من النادي وان كان النادي ما خدهمش بشكل عشان ديهم حقهم. يعني انت ممكن انت كمشجع تلوم على اللعيب بتاعك ان هو راح نادي اخر، من حقك، بس هو النادي نفسه هو ما عملش حاجه، هو عرض على لاعب عقده خلصان انه يبقى يجي النادي بتاعه، فاللاعب وافق انه يروح بيراميدز ويسيب الاهلي. فهو اللاعب لو انت هتزعل من حد زعل من لاعب، ان انت حسيت انه اللاعب ده كان المفروض يكمل مع فريقك، انتمائه لفريقك، فكنت تزعل ان هو ساب فريقك. لكن النادي هو ما عملش حاجه غلط، ما يعني ما اخترقش عقود، وبالتالي هو ما عندوش مشكله. عشان كده العلاقه بين بيراميدز والاهلي، علاقته ببيراميدز والزمالك لازم تبقى علاقه كويسه عشان كل الانديه تستفيد من بعض، كل الانديه تبقى في سلام مع بعض. والاهم من ده كله احنا كمشاهدين او كاعلاميين او كمتابعين، احنا بالنسبه لنا ان الانديه دي تضفي قوه على الدوري المصري وتشرفنا في القاره الافريقيه في البطولات الافريقيه، سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز، مصري، اسماعيلي، اتحاد، اي نادي يشرفنا في البطولات الدولية احنا في ظهره وبنسنده وبنسقف له ونفرح انه بيشرف الكرة المصرية. ده بمناسبة الكلام على نادي بيراميدز. لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقة، وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله.